القطار الفائق السرعة البراق يطفئ شمعته الخامسة، 5 سنوات من الوصل بين مدينتي طنجة والدار البيضاء حمل فيها على متنه أزيد من 16 مليون مسافر. منذ انطلاقه في نوفمبر من العام 2018 صار البراق وسيلة نقل مفضلة عند شريحة واسعة من المواطنين، بلغ اعدادهم 5 ملايين برسم السنة الحالية. تجربة مزيانة بالنسبة للدار البيضاء، الرباط، طنجة، تجربة مزيانة ونتمنى أنها تعمم في جميع المدن. بالنسبة للجديدة أكادير، مراكش، كنتمنى وتهد تجربه يكون ان شاء الله في هذه المدن تاعهم ان شاء الله مزيانه، ونتمنى تكون تمن هذا من كازا لاكادير وتكون مراكش زعما تكون في يعني وسيله نقل اللي كتربحك الوقت. هي كتربحك الوقت وكتمشي مرتاح وكل شيء مزيان. في هذا المجسم يكتشف مستعمل القطار عن قرب تجربة القطار الفائق السرعة، ويستعرضون معطيات تكرس مكانته كرقم أساسي في مشهد النقل السككي بالمغرب بمتوسط 28 قطارا يوميا والتزام بالمواعيد بلغت نسبته 96%. تبين بأن البراق حقق واحد النجاح كبير. هذا النجاح كيتمثل في الإقبال الكبير من طرف المسافرين، بحيث أن هذا العام السنة الخامسة غادي نفوتوا تقريبا، ماشي غنفوتوا تقريبا، ممكن غنفوتوا 5 مليون مسافر اللي غيكونوا اختاروا البراق، مقارنة مع السنة الأولى ديال التشغيل اللي هي كانت سنة كاملة 2019 اللي تقريبا كنا 3 مليون مسافر. إذا فالنمو مهم ديال 70%، وهذا الشيء هو اللي كيأكد على النجاح ديال قطارات البراق واللي هو راجع للمزايا العديدة ديال القطار. ويؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الجمع بين المدن الكبرى في المملكة من خلال مشروع البراق أعطى دفعة غير مسبوقة لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما مكن من اكتساب القدرة على تطوير الشحن بالسكك الحديدية، وأعطى بعدا إيكولوجيا للنقل السككي باعتماد البراق على الطاقة المتجددة.